استبت يدا أبي لهب غلت يداك يا حبيب. خمس سنوات من الثورة والإقدام والميادين لا زالت بخير وعافية وتنبض عزا وكأنها اللحظة الأولى. التظاهرات لم تنقطع والزحف في الساحات يكاد يكون موجا واحدا متصلا بالينبوع الذي تدفق منه دوار اللؤلؤة. عاصمة الثورة تحجز مكانها الأول ومثلث الصمود ومحاوره لا تبدل ولا تغير، وكأن بلدات شارع الشهداء تمدها بالرباط المقدس الذي ينهل مقاومة لا تعرف الانحناء من أسياد الدير ومن عرين النويدرات والعكر ومن الصدى الثوري الأصيل في كرزكان والمالكية وشقيقاتها. تعلم البحرانيون الدرس الأول للثورة من أستاذ البصيرة الذي افتتح يوم الثورة الأول. قادة الميدان الذين لم تتزحزح أقدامهم تشربوا أملا لا ينفذ من أسد الممانعة الذي يمد من سجنه الثورة بما لا نهاية من العزيمة والصمود. كنت أقول دائما عيشوا الأمل وعادتم الأمل على طريق الأمل وتحقيق النصر إن شاء الله. حروب القمع الخليفية لم تتوقف وازدادت وتيرة الجرائم مع تزايد عزيمة الأهالي والثوار، إلا أن الغازات السامة ورصاص الموت لم تتني المواطنين ولو قيد أنملة، والشعارات الهادرة تختصر الموقف وتكفي في البيان.